أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من موقع المشاهد نت: تدريب جرحا في تعز على حياتهم الجديدة. ومن صحيفة الأيام: الحوثيون يستبدلون اسم مدرسة جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته. ومن الحياة: شركة أمريكية تهدي ناشطة سعودية سيارة حلمت بها. البداية من استمرار ميليشيا الحوثي في اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم، حيث يعنون موقع المصدر أونلاين: نقابة الصحفيين ترفض محاكمة الحوثيين لعشرة صحفيين وتطالب بسرعة الإفراج عنهم. وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها علمت من مصادر قانونية بإحالة ملفات عشرة صحفيين مختطفين منذ أكثر من عامين لدى جماعة الحوثي إلى النيابة الجزائية المتخصصة محكمة أمن الدولة. وذكرت النقابة في بيان حصل المصدر أونلاين على نسخة منه أنها تجدد مطالباتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين، وترفض مثول الصحفيين لمحكمة أمن الدولة التي تحرم الماثل أمامها أو تحرم الماثل أمامها من حق الدفاع ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة. وجددت النقابة استنكارها لما تعرض له هؤلاء الصحفيون من مسلسل انتهاكات وتنكيل طويلة منذ أكثر من عامين، ابتداء بالخطف والإخفاء القسري والتعذيب، ومن ثم حرمانهم من حق التطيب والعناية الصحية ومنع الزيارة عنهم وإبقاؤهم فترة طويلة في السجن وفق إجراءات غير قانونية. في عناوين موقع المشاهد نت نطالع لكم: تدريب جرحا في تعز على حياتهم الجديدة. قال الموقع إن مؤسسة الشهيد التنموية بتعز نفذت برعاية مكتب الصحة وبالتنسيق مع مركز الأطراف الصناعية العلاج والعلاج الطبيعي دورة في التأهيل النفسي والوظيفي لجرحى البتر. وأوضحت رئيسة مؤسسة شهيد التنموية خديجة عبد الملك للمشاهد أن الدورة تستهدف 25 جريحا وجريحة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتكيف مع حالة البتر الجديدة عليهم. وأضافت أن من أهداف الدورة لفت أنظار الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لحجم الكارثة والخذلان الذي يعيشه أو تعيشه تعز، وحجم المعاناة التي يمر بها الجرحى بفعل الحصار والقصف والقذائف والألغام، وإلى حاجتهم للأطراف الصناعية الحديثة. المدير السابق لقناة العربية عبد الرحمن الراشد يكتب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط عن الخيارات المتوفرة لوضع حد للحرب وللميليشيات التي دمرت اليمن، ويقول الراشد في جزء من المقال: خاض الحوثيون حلفاء إيران 5 حروب ضد قوات الحكومة في زمن رئاسة صالح، وهاجموا السعودية في عام 2009، وهم من قوض الاتفاق اليمني الذي رعته الأمم المتحدة عندما دخلت ميليشياتها العاصمة صنعاء واستولت على السلطة في سبتمبر أيلول 2014. ترتاب السعودية في الحوثيين بأنهم حصان طروادة الذي يختبئ داخله الإيرانيون بهدف تطويق السعودية. الرياض تملك خيارات جيدة، أولها أن تستمر في الحرب ومواجهة القوى المعادية في كل مكان في اليمن ضد قوات صالح والحوثي وتنظيم القاعدة، والخيار الثاني أن تكتفي بما تحقق وتكمل دعم قدرات الحكومة الشرعية عسكريا لتعزيز نفوذها على مناطقها، الثالث أن تركز على حماية أراضيها وتخلق منطقة عازلة جنوب حدودها التي تشمل محافظة صعدة. أعتقد أن الأول الحرب الشاملة قد يطول، وهي في نظري لم تعد ضرورية بوجود حكومة شرعية في عدن، كما أن صنعاء لم يعد يوجد لها أي تأثير على بقية الدولة. أما الخيار الثاني، التخلي التام عن الحرب، فهو ليس عمليا لأن قوى مثل إيران والقاعدة ستنشط والشرعية قد تضعف، في حين أن الخيار الثالث وهو تنظيف شمال اليمن وخلق منطقة عازلة سيوحد كل القدرات في ضرب الحوثي في مسقط رأسه، وإن نجحت الحملة فستخدم نتائجها السعودية وبقية اليمن، حيث أن معظم الأزمة مصدرها الحوثيون. وبخلع هذا الضرس الفاسد في اليمن
سيستقر شمال اليمن ويحمي السعودية، وبعدها يمكن الالتفات إلى صنعاء. ومن عناوين موقع عدن الغد: حملة أمنية لمنع حمل السلاح في مدينة حبان بشبوة. وقالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد أن قوات الأمنية بدأت حملة لمنع حمل السلاح في مديرية حبان كخطوة أولى، على أن تشمل الحملة المديريات الأخرى لاحقا. وبحسب المصادر أن القوات قامت بنصب نقاط تفتيش في مداخل ومخارج المدينة لتأمينها وسط ترحيب كبير من قبل المواطنين. يتابع الموقع: هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ المحافظة التي دمرتها الثورات القبلية منذ عقود. أما صحيفة الأيام فقد عنونت في إحدى صفحاتها: الحوثيون يستبدلون اسم مدرسة جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته. قالت مصادر تربوية وثيقة الصلة في صنعاء أن يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب يسعى لتغيير أكبر مدارس صنعاء لتغيير اسم أكبر مدارس صنعاء، وهي ثانوية جمال عبد الناصر العريقة. أكد المصدر أن يحيى الحوثي يسعى لتغيير اسم مدرسة جمال عبد الناصر إلى مدرسة زعيم الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي الذي قتل في 10 سبتمبر 2004. وأضافت أن الوزير الحوثي رفع بالفعل مذكرة إلى مجلس الوزراء لتغيير اسم المدرسة. وتقول صحيفة الأيام أن الحوثيين يسعون منذ استيلائهم على صنعاء بمساندة صالح إلى طمس معالم الثورة اليمنية التي أطاحت بالحكم الإمامي وتغيير في المناهج الدراسية. وعن مدرسة جمال عبد الناصر تقول الأيام إنها أقدم مدارس صنعاء، وتأسست عقب تشكيل أول حكومة بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 والتي دعمها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الوجه المكشوف لجماعة الحوثي ووجهتها. تحت هذا العنوان كتب أسعد عمر مقاله المنشور في موقع الاشتراكي نت مضيفا: كشفت جماعة الحوثي عن كامل ملامح وجهها الحقيقي ووجهتها في تحويل طبيعة الصراع في اليمن وتقديم نفسها كجماعة دينية لا تقل تطرفا عن غيرها من الجماعات المتشددة دونما اختلاف عنها إلا بنزعة التمييز السلالي ومزعوم الأحقية الإلهية بالحكم ومسعاها الدؤوب لجعل اليمن نقطة الانطلاق للتوسع إلى ما جوارها من الدول، وهذا ما نعده بالخطر الداهم الذي ليس له حدود، الأمر الذي يضع عموم أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب بمكوناته السياسية والاجتماعية ومحيطه الإقليمي أمام مسؤولية كبيرة لا يمكن الوفاء بها ما لم يتم تجاوز حالة الانقسام والتعدد في التوجهات والمشاريع. فالخطر المحدق بالجميع لا يتهدد وجود الدولة في اليمن وشكل نظام الحكم الجمهوري وحسب، بل يتعداه إلى تهديد أمن وسلامة دول الجوار. وإزاء كل ما تقدم، فإن من الأهمية استشعار طبيعة وحجم الخطر الجاثم والتعاطي بمسؤولية أكبر من ذي قبل تجاه ما يدور، مع ضرورة إجراء التغييرات في طريقة عمل قيادة الشرعية ومؤسسات الرئاسة والحكومة والقوات المسلحة والأمن وإصلاح الدوائر الفنية وتعزيزها بكوادر قادرة ومتخصصة تمتلك من الكفاءة والخبرة وتوفير المتطلبات الأساسية لعملها وانتهاج أساليب أكثر جدية للحيلولة دون استمرار الانقلاب وتحالفه والتعامل بحزم أكبر من أجل إفشال مخطط الحركة الحوثية في تثبيت سطوتها على الحكم وعودة قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل من الميدان وحسم الحرب بشكل عاجل. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، أبرزها: لجنة من الداخلية تحقق في قضية إصابة العقيد الجوهري ومقتل شقيقه، وعنوان من أبين: نجاة قائد كتيبة من محاولة اغتيال عقب عملية مداهمة لأوكار القاعدة، وعنوان من صنعاء: تجار صنعاء يعتبرون إجراءات الحوثي تكرس الانفصال ويهددون بالمغادرة. ومن الجوف: الجيش يحرر موقعين في وادي قويحش والطيران يدمر تعزيزات للميليشيا بالمصلوب. في موقع يمن مونيتور ورد عنوان عن أهم شجرة يمنية عرفها تاريخهم وحاضرهم، ويقول الموقع: البن اليمني يتراجع إلى المركز 42 عالميا في اليوم العالمي للقهوة.
قال الموقع: سجلت نسبة تصدير اليمن تراجعا كبيرا في حجم الصادرات العالمية للبن، حيث احتلت اليمن المركز 42 عالميا من بين 64 دولة حول العالم. جاء ذلك في الاحتفال باليوم العالمي للقهوة حول العالم. ونقل مراسل يمن مونيتور نتائج إعلان تراجع حجم الصادرات السنوية من البن اليمني في مهرجان الاحتفال باليوم العالمي للقهوة بصنعاء بمناسبة 1 أكتوبر. وكشفت الإحصاءات الأخيرة إلى أن متوسط حجم الصادرات السنوية من البن اليمني تراجعت إلى 4183 طن، بينما تصدر أثيوبيا وحدها 380 ألف طن في العام. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الغاز يهدد اليمنيين، حيث وكما تقول صحيفة العربي الجديد: تراجعت إجراءات الأمان والسلامة في صنعاء، وذلك بسبب انتشار صهاريج ومحطات تعبئة أسطوانات غاز الطهو وتزويد السيارات بالوقود بصورة عشوائية ومن دون أي ضوابط. مؤسسة الغاز الحكومية منعت من احتكار توزيع الغاز للمستهلكين عبر محطاتها الخاصة، ومن إرسال عمالها لتفقد معايير السلامة للمحطات الجديدة. وفي ظل غياب الرقابة والحاجة إلى هذه المادة، بدأ البعض الاستثمار في محطات الغاز في مناطق مأهولة بالسكان من دون أي اعتبارات لسلامة المواطنين. جزء من خطورة انتشار محطات الغاز في الشوارع يتعلق بصهاريجها المصنوعة محليا والأرخص ثمنا، والتي لا تخضع لأي رقابة حكومية. وفي بعض الأحيان يتسرب الغاز من الصهاريج ويشم الناس رائحته، ما يزيد من قلقهم. المدير العام التنفيذي لشركة اليمنية للغاز المهندس أنور سالم أكد أن السلطات في صنعاء رفضت فتح محطات الغاز الرسمية المملوكة للشركة محال دون تمكن الأخيرة من إيصال الغاز إلى المواطن بالسعر الرسمي، وبالتالي فتح الأبواب أمام السوق السوداء للتحكم بالأسعار من دون ضوابط. وإلى صحيفة الخليج، والتي عنونت بالشأن اليمني: الحوثيون يدشنون حملة لإقصاء الكوادر التربوية والتعليمية. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: الحوثيون دشنوا حملة واسعة بين أنصارهم لحشد متطوعين للعمل كمعلمين في المدارس والجامعات الحكومية في صنعاء كخيار أقل كلفة من صرف الرواتب المنقطعة منذ 10 أشهر. مصادر تربوية في وزارة التربية والتعليم بصنعاء الخاضعة للحوثيين، وفي تصريحات أكدت للخليج أنه تم توزيع استمارات في الأحياء الشعبية بصنعاء لاستقطاب متطوعين للعمل كمعلمين في المدارس والجامعات الحكومية في العاصمة صنعاء، وذلك بعد إعلان النقابات التعليمية والجامعية الإضراب عن العمل وعدم تدشين العام الدراسي الجديد إلا بعد صرف الرواتب المنقطعة والحصول على ضمانات بانتظام عملية الصرف بشكل شهري. الميليشيات عصابة لا تبني دولة. تحت هذا العنوان كتب أحمد الشامي مقاله المنشور في موقع الوحدوي نت، مضيفا في جزء منه: ولدنا بين الإبداع والعنف في عالم حيث الصراع الوحشي مغروز في بعض الكائنات البشرية، وخصوصا أولئك الذين يدعون الحق الإلهي وفق نظريات أيديولوجية عقائدية. تلك الجماعات التي لم تقدم لنا الأدوات اللازمة لفهم العالم وكل ما يخدم الحياة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلم تقدم لنا سوى الموت والدمار كأعظم مشروع لها وإنجازاتها بالجهل والتخلف. لا يمكن أن تقام دولة نظام وقانون وفق نظريات تقليدية وخرافية. ما يحدث اليوم مع الأسف الشديد في اليمن من عنف ووحشية من قبل ميليشيات لا تؤمن بالنظام والقانون. نحن لم نعرف حكم الدولة منذ قدوم الإمام الهادي سنة 284 هجرية الموافق 898 ميلادية، فمن كان يحكم اليمن في تلك الفترة عبارة عن عصابات إجرامية تسوق الدين من أجل الوصول إلى السلطة والتحكم بالمال والثروة. تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وتمزيق النسيج الاجتماعي والدخول في حرب وصراع ناتج عن غياب الدولة واستبدالها بحكم الميليشيات التي لا تمتلك مشروعا وطنيا. نحن نعيش بين كماشة ميليشيات أنصار الله التي تحمل مشروع الولاية
وميليشيا أنصار الشريعة التي تحمل مشروع الخلافة، فليس هناك في الفكر الإسلامي إشارة أو نص ديني يشير إلى شكل الدولة ونوعية السلطة. القرآن الكريم أشار إلى المبادئ الأساسية لنظام الحكم، وهي الشورى والمساواة والعدالة والحرية، ولم يحدد شكلا معينا للدولة، وإنما ترك الأمر للمسلمين في كل زمان ومكان بأن يبتكروا ويختاروا النظام السياسي الأجدر الذي يحقق هذه المبادئ ويكفل حقوق الإنسان. هل تعلم أن الأرض تخسر كل عام 50,000 طن من وزنها؟ هذا ما أكدته دراسة حديثة وفق صحيفة القدس العربي، مشيرة إلى أن القمر يتفوق على الأرض كل عام، فهو يربح كتلة بوزن 6,000 طن سنويا، بينما الأرض تخسر. وفق صحيفة الاندبندنت، فإن الأرض تفقد 50,000 طن حسب دراسة قام بها باحثون من جامعة كامبريدج، موضحين أن الأرض تفقد كل هذه الكتلة من وزنها بسبب خسارتها المنتظمة لأجزاء من نواتها. ووفقا للعلماء، فإن الأرض تتلقى وزنا إضافيا على شكل فضلات الإنسان والحطام الفضائي، وفي الوقت نفسه تنمية الموارد المعدنية والعمليات الطبيعية كتبخر الغاز تؤدي إلى فقدان الوزن. ووفقا للخبراء، تزيد كتلة القمر باستمرار بنحو 6,000 طن سنويا بسبب عدم وجود غلاف جوي عليه، ولهذا يجذب المزيد من الحطام الفضائي بكمية أكبر. فورد تهدي ناشطة سعودية سيارة كانت تحلم بها، كما عنونت صحيفة البي بي سي، حيث قررت شركة فورد إهداء ناشطة سعودية السيارة التي تحلم بها، وذلك بعد قرار تاريخي سمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة المحافظة. وكتبت شركة فورد للشرق الأوسط على تويتر أن لديها سيارة موستانغ صفراء ستمنحها هدية لسحر ناصف، الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، والتي أعلنت عن إعجابها في السيارة بالسيارة في مقابلة بعيد إصدار القرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة. وقالت فورد للشرق الأوسط في تغريدة موجهة لناصف: نود أن نهديك سيارة أحلامك، وألحقتها بتغريدة تقول: سيارتك الموستانغ في انتظارك، وأرفقت معها صورة سيارة تنطلق مسرعة داخل نفق ومعها هاشتاغ موستانغ سحر. وكانت السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستسمح للنساء بقيادة السيارة بدءا من يونيو 2018، منهية بذلك السياسة التي كانت تحد على مدى أعوام من قدرة المرأة على الحركة. 3 ساعات من العمل تكفي يوميا وفق صحيفة البيان، حيث ذكرت دراسة بريطانية أن ساعات العمل الطويلة لا تعني أبدا إنتاجية أكبر من الموظفين، لافتة إلى أنهم يمضون معظم ساعات العمل في تصفح مواقع التواصل والقيام بأنشطة لا علاقة لها بالعمل، ما يعني أنه من الأفضل تقليل عدد الساعات المطلوبة منهم. وتابعت الدراسة نمط عمل 1989 موظفا يعملون ل8 ساعات يوميا، لتؤكد بأن إنتاجية الموظفين تستمر لحوالي 2:53 يوميا، وذلك قبل استراحة الغداء. وذكرت الدراسة أن الموظفين يمضون نحو 1:05 في تصفح مواقع إخبارية، و44 في التحدث مع الزملاء عن مواضيع لا علاقة لها بالعمل، و26 في البحث عن وظائف أخرى. عودة نظرية الرجل المجنون، تحت هذا العنوان كتبت مؤلفة روسيا بين الفن والسياسة ناينا خورشويفا مقالها المعاد نشره في صحيفة القدس أو الغد، مضيفة في جزء من المقال: في السبعينيات أصدر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون تعليمات إلى وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر بإقناع زعماء الدول الشيوعية المعادية بأن رئيسه قد يكون متقلبا ولا يمكن توقع تصرفاته، خاصة عندما يكون تحت الضغط. وقد رأى كيسنجر الذي عرف بدهائه السياسي وخبرته في الواقعية السياسية إمكانية نجاح هذا النهج الذي نفذه بسهولة، ومن هنا ولدت نظرية الرجل المجنون في الدبلوماسية. كان نيكسون بعيدا عن الجنون، وكان هدفه هو التركيز على طبيعته المتقلبة المزعومة، وهو إثارة الخوف بين خصومه الأجانب، مما يعني أن إغضابه أو الضغط عليه يمكن أن يؤدي إلى ردة فعل غير عقلانية، حتى أنه يمكن أن يرد عليهم بالسلاح النووي.
وبالتالي إجبار خصومه على الحذر في التحقق من سلوكهم. اليوم مع قيادة دونالد ترامب للولايات المتحدة، فإن عقيدة الرجل المجنون تظهر مرة أخرى وبقوة. ولكن ليس من الواضح على الإطلاق هذه المرة أن ما يفعله ترامب هو على سبيل التمثيل، وأنه لن يقرر بالفعل في لحظة غضب أو إحباط الهجوم على خصومه أو حتى استخدام الأسلحة النووية ضدهم. يجب أن يكون الدليل الأول في جلسة الاستماع حول صحة العقلية لترامب هو خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يشبه ثرثرة إيريس ترجريان المجنونة، وهو الملك المجنون في المسلسل التلفزيوني لعبة العروش، حيث أضاف ترامب لمسته الخاصة لمقولة ترجريان المشؤومة فلنحرقهم جميعا، عندما هدد بأن الولايات المتحدة ستدمر تماما كوريا الشمالية إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي. أكثر من 58 قتيلاً بالإضافة إلى مئات الجرحى هم ضحايا المجزرة التي حدثت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة في حفل موسيقي. نتابع معكم بعض مظاهر الرعب بهذه المجزرة المنشورة في صحيفة العرب الجديد. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.